برج بيزا المائل، الهند، روسيا، إيطاليا. إيطاليا، إيطاليا. سلام عليك. حلو. قبل ما ننتقل لعبد العزيز، شباب البرايم النهائي هو يوم الاثنين مش القادم، اللي بعده. انتم عارفين الاسئله حتكون من خلال الاسئله التي سئلت في البرايم المرايمات الماضيه ومسابقه زيد رصيدك. اكيد مفهومه؟ اكيد ابو يارا. نعم؟ اكيد. لا ما راح نعطيكم. اكيد ابو يارا. عاد ابو يارا. نعم؟ لا ما في غيرها. لا تصير دكتور الجامعه تقول ترى اللي ذا وثم يخلفنا. لا لا لا، هو الاسئله نفس سئلت وهي واضحه والناس كلها شافتها. عبد العزيز الزايد، السؤال لك خلال 30 ثانية. يقول السؤال: لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. طبعا من القائل؟ ابن المقفع، ابن المعتز، ابن الوردي. لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. ابن المقفع، ابن المعتز. مين يأكد لي؟ إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. هو ما شك إن ابن المعتز. ها هاي شباب، صح ولا غلط؟ دام هو جاوب كذا اكيد صح ان شاء الله. ما احنا عندنا جواب صح؟ شباب اعطوني الجواب الصحيح تبعه. معتز ان شاء الله. ان شاء الله. الاجابه صح. مستعجل يا ابن المقفع. الاجابه ابن المقفع الاجابه الصحيحه. احذف اجابه. صدق معك. ما عليك. عندك عبد العزيز لا تغامر، اذا ما انت بشاك في السؤال اختار الخيارات الموجوده. سالم خفري، السؤال لك برضو خلال 30 ثانية إن شاء الله تجاوب عليه في أسرع وقت. يقول السؤال: من أول امرأة مسلمة قتلت يهوديا يوم الخندق؟ نسيبة الصفية، أم بشر. من أول امرأة مسلمة قتلت يهوديا يوم الخندق، معركة الخندق؟ طبعا هي نسيبة بنت كعب، الصفية بنت عبد المطلب، أم بشر بن براء. أي من الخيارات؟ 10 ثواني اذا ما عندك. صندوق رقم واحد. صندوق رقم واحد، حذف اجابه. نسيبه، صفيه. عشرين ثانيه. خمسه عشر ثانيه. اذا جت خمس ثواني لازم تغامر. صفيه. صفيه. كيف؟ ايوه بنفس الطريقه. حتشوف الالوان اخضر ولا احمر شباب؟ ان شاء الله اخضر. نعم. اجابه صحيحه، تستاهل، برافو. تستاهل يا سالم. ننتقل لطبعا بعد حذف سؤال وخصم من قيمه السؤال الحقيقي. نشوف الحين محمد المسعود، السؤال لك كذلك. يا رب. شد حيلك، ثلاث خيارات. متأكد من الإجابة 100%؟ جاوب، خذ القيمة كاملة. إذا ما أنت متأكد لا تغامر. بسم الله أفضل لك. استغفر الله وأتوب إليه. ننتظر السؤال بس. والله شكرا. لما يسخن الكمبيوتر. يقول السؤال: دولة أوروبية تسمى بالبلد الأخضر وأيضا بلاد البحيرات، فما هي؟ إيطاليا، فنزويلا، فنلندا. حلل عادي؟ حلل بس لا تعطيني إجابة. فنزويلا في امريكا الجنوبيه، هي ايطاليا، فنلندا. عشر ثواني. بلاد البحيرات، فنلندا. اوه بدون فنلندا. متاكد ولا انت؟ باذن الله ان شاء الله. ديري يقول صح، مين غير يقول صح شباب؟ بندر يقول صح. بس ترى يمكن هم قصدهم اذا قالوا ايطاليا معناته مقصدهم الفينيس. ممكن. لكن بلجيقية. طيب الكمبيوتر شو يقول صح ولا غلط؟ ان شاء الله صح. يا رب. تستاهل. تستاهل. برافو برافو برافو. حلو، مغامرة حلوة. ننتقل لعبد الله بن دفنة. اخترت السؤال الماضي بحذف اجابة، ان شاء الله السؤال هذا بدون حذف اجابة. يقول السؤال: ما لغة النمسا؟ الالمانية، الانجليزية، الفرنسية؟ الالمانية ان شاء الله. الألمانية إن شاء الله. ها شباب. من يعطيني الأكيد؟ شباب بدفن ننتظر أكيد منكم. ما في أحد يعطيني أكيد. هو صار نمسا أكثر من مرة. لا حدود مع فرنسا. مع ألمانيا. مع ألمانيا. لا حدود. أنا أتكلم كموقع جغرافي. لا حدود مع فرنسا أكيد الألمانية. ما أتوقع.
ولا انت تقصد انها فرنسيه لازم تكون فرنسيه؟ الالمان لا انا لا اقول الالمانيه باذن الله الالمانيه قد جيتها واجد اتوقع. طيب شوف الدائره هذه، شوف الدائره، ركز يا اجازه. تستاهل تستاهل. ننتقل لسعد السبيعي الجوله الثانيه والسؤال الاخير في الجوله الثانيه. يقول السؤال: قمة إفرست أعلى قمة جبل في العالم، فأين تقع؟ الهند، روما، حدود الصين والنيبال. قمة إفرست أعلى قمة، أعلى قمة جبل في العالم. حذف إجابة رقم واحد. حذف إجابة رقم واحد. روما، حدود الصين والنيبال. حدود الصين والنيبال. حدود الصين والنيبال. يا سلام عليك، يا سلام، برافو. والله بغيت اغامر. حلو، انا لا اغامر بنفس الاجابه.